السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة هناخد في الصف السادس الابتدائي نص الطماع والدجاجة للشاعر محمد عثمان جلال، ونركز في اسم الشاعر كويس جدا. الشاعر بتاعنا يا ولاد عاوز يقول لنا من خلال النص ده حكمة مهمة جدا، وهي أن القناعة كنز لا يفنى، وأن العز في القناعة. تمام؟ يعني إيه القناعة؟ يعني الرضا بما كتب الله لك والرضا بالمقسوم. تمام؟ وأن العز والغنى في القناعة، لأن في بعض الناس يا ولاد بيدفعهم طمعهم وجشعهم في الرغبة في الحصول على كل شيء دفعة واحدة، عاوزين ياخدوا كل حاجة مرة واحدة. تمام؟ فالنص ده بيبين لنا فرق كبير جدا ما بين الطموح والطمع. الطمع يا ولاد هو ان انسان عنده هدف وعاوز يوصل ليه، ولكن بيوصل ليه بطرق غير شريفه، زي مثلا السرقه وهي صفه ذميمه. اما الطموح هو برضو انسان عنده هدف، ولكن هيوصله باجتهاده بعلمه بسعيه المستمر. تمام؟ وطبعا دي ايه؟ دي صفه حميده، وده بيكون عنده الرضا. تمام؟ فهيوصل لنا الحكمة دي من خلال نص النهاردة، وهي قصة خيالية. تعالوا بينا نشوف بيقول ايه في اول بيت. كان البخيل عنده دجاجة تكفيه طول الظهر وشهر الحاجة. بيقول يا ولاد ان كان في يوم من الايام كان في بخيل. البخيل ده كان عنده دجاجة. الدجاجة دي كان بيشبهها بايه؟ كان بيشبهها بشخص. ليه يا ولاد؟ لان الدجاجة كانت بتكفيه. يعني ايه تكفيه؟ يعني تغنيه عكسها العوز او الاحتياج. تمام؟ فكانت بتكفيه الدجاجة دي طول الظهر، يعني طول الزمن الاحتياج عن الاخرين، ومش مخليها محتاج لحد او مساعدة من اي حد. تمام؟ فهنا لو سألت سؤال، بما صور الشاعر الدجاجة في البيت الاول؟ صورها بشخص بيمد يد العون لمين؟ لصاحبه. تعال نشوف مظاهر الجمال في البيت ده. لو جيت قلت دجاجة تكفيه شر الحاجة، لسه قايلة في الشرح ان هنا صور الدجاجة بشخص بيمد يد العون لصاحبه ويجعله ايه؟ غنيا. طب تعالوا نشوف ايه اللي بيخليها مش مخليها يحتاج لاي حد. بيقول ايه بقى؟ في كل يوم مر تعطيه العجب، وهي تبيض بيضة من ذهب. بصوا بقى يا ولاد، في كل يوم بيمر وبيعدي عليه تعطيه. يعني ايه تعطيه؟ يعني تمنحه، عكسها تحرمه او تأخذ منه. تعطيه العجب. يعني ايه العجب؟ ده شيء عجيب، شيء غريب. ايه بقى العجيب اللي في الدجاجة دي؟ كانت بتعطيله ايه العجيب ده؟ تبيض له كل يوم بيضة من ذهب. وطبعا دي حاجة عجيبة، لان كلنا عارفين ان الدجاجة مش بتبيض بيضة من الذهب. تمام؟ فده اللي كان العجيب في الموضوع. يبقى هنا ايه فضل الدجاجة على الطماع؟ ان هي كانت بتغنيه عن الاحتياج للاخرين. طيب تعالوا نشوف مظهر الجمال هنا. تعطيه العجب. هو العجب بيعطى؟ لا طبعا. فهنا صور العجب بشيء مد يعطى، واشار لكلمه العجب لقيمه ما تعطيه الدجاجه لهذا الطماع. يبقى ايه اللي بتعطيه الدجاجه لهذا الطماع؟ تعطيه بيضه من ايه؟ من ذهب. بصوا بقى كده، عشان كل يوم بتعطي له بيضه من ذهب. فظن يعني اعتقد. تمام؟ ظن يوما ان فيها كنزا وانه يزداد منه عزا. ايه ده يا ولاد؟ اعتقد يا ولاد ان البيض ان الدجاجه دي بداخلها كنز. ايه بقى الكنز ده؟ مئات من البيض الذهبي، وان من خلال المئات من البيض الذهبي ده سوف يزداد منه ايه؟ عز يعني غنى، وليس معناها القوه. العز في المعنى العام هي القوه، ولكن في النص مقصود بها الايه؟ الغنى. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى ايه اللي حصل، او في المظهر الجمالي هنا، عفوا في المظهر الجمالي، ان فيها كنزا انه يزداد منها عزا. ده اسلوب مؤكد بايه؟ بان. ويزداد منه عزا ده بيدل على ماديه وطمع هذا الرجل، علشان قاعد يفكر بقى من خلال البيض الذهبي ده هيبقى ايه؟ هيبقى غني وطمع، نتيجه لطمعه يا ولاد وجشعه. بصوا بقى عمل ايه؟ قبض الدجاجه المسكين وكان في يمينه سكين. يعني ايه قبض؟ امسكها بقوة وبعنف كده شديد، قبضها، مسكها كده بقوة. ووصفه هنا المسكين عشان بيدل على ضعفه وقلة حيلته وعدم إدراكه. تمام؟ وكان في يمينه سكين وفي ايديه التانية السكين. تمام؟ يبقى هنا ماذا فعل الطماع بالدجاجة؟ أمسك الطماع الدجاجة. تمام؟ وإيه اللي حصل بقى؟
تعالوا بينا نبص كده. وشقها نصفين من غفلته إذ هي كالدجاج في حضرته. بعد ما مسك السكينة وشقها نصفين، يعني قسمها نصفين من غفلته. يعني إيه غفلته؟ يعني قلة إدراكه وعدم وعيه وجهله. وفي الآخر لقاها إيه؟ إذ هي كالدجاج في حضرته. يعني إيه حضرته؟ يعني في ناء بيته. لا لقاها طبعا لا فيها كنز ولا فيها حاجة، عشان معتقد من كل يوم إن هي بتبيض له بيضة من ذهب في إنه هيلاقيها إيه؟ هيلاقي مئات من البيض الذهبي في بطنها. ولكن لما شقها نصفين للأسف ما لقاش فيها إيه؟ أي شيء. يبقى ماذا فعل الطماع بالدجاجة؟ أمسك الطماع الدجاجة وشقها نصفين ولم يجد فيها إيه؟ كنز. تمام. طب مظهر الجمالي هنا إيه؟ بيقول شقها نصفين بيدل على إيه؟ قلة إدراكه نتيجة لما فعله. طبعا يعني ما عندوش وعي كافي، عشان لو هو كان واعي للي بيعمله عمره ما كان هيعمل كده. تمام. طيب بص بقى، ولم يجد كنزا ولا لقية بل عظمة في حجره مرمية. للأسف لم يجد، هنا بقى نفي، ما لقاش لا كنز ولا أي شيء ولا لقية. لقية يا أولاد دي كلمة عامية بتطلق على المال الكثير الذي يجد الإنسان دون أن يعلم مصدره. وهنا طبعا ما كانش عارف ايه مصدر الكنز اللي هو البيض الذهبي ده. هو كان شايف ان كل يوم بيض له بيضة من ذهب، فانا عايز احصل على كل الذهب ده مرة واحدة عشان ابقى غني. تمام. بل عظمة في حجره مرمية، بل لها ايه؟ حتة عظمية زيها زي ايه؟ زي باقي الدجاج. تمام. مرمية في الارض، ملقاة على الارض. تمام. يبقى ماذا وجد الطماع بعد أن شق الدجاجة نصفين؟ وجدها بين يديه دجاجة ميتة ليس بها أي ذهب. طب المظهر الجمالي لسه قايله هنا، لم يجد كنزا ولا لقية، أسلوب مؤكد بالنفي واللا. تمام. فقال بعدها بقى، أدرك بقى، استوعب الدرس، فقال لا شك بأن الطمع ضيع للإنسان ما قد جمع. وقتها بقى أدرك وقال لا شك إن الطمع يعني الجشع ضيع أو فقد للإنسان ما قد جمعه من الخير الكثير. عشان أنا لو ما كنتش عملت كده أنا ما كنتش ضيعت الخير الكثير اللي كان بيجيلي من الدجاجة، لكن دلوقتي للأسف خلاص بقيت أنا محروم وندمان على اللي أنا عملته، مش هيجيلي ولا حتى بيضة واحدة. تمام. يبقى هنا ما عاقبة الطمع؟ الندم والحرمان. تمام. يبقى هنا يا أولاد الحكمة اللي مهد ديها الشاعر في الأبيات قبل ما يبتدي النص، إن هو أن القناعة كنز لا يفنى وأن العز في القناعة. طب إيه الحكمة بقى اللي ختم بها النص؟ أن الطمع قد يمكن أن يضيع للإنسان ما قد جمعه من الخير الوفير. تمام. وإيه الدليل على ندم الطماع؟ إنه قال بداخله لا شك بأن الطمع وعدم الصبر ضيع للإنسان ما جمعه من الخير الكثير. يبقى هنا يا أولاد في عاقبتين، عاقبة الطمع وعاقبة القناعة. عاقبة يعني خاتمة، خاتمة الطمع الندم والحرمان، أما عاقبة القناعة العز والرضا وحب الناس. تمام يا أولاد. فبكده نكون خلصنا الدرس، ودي اللغويات اللي احنا قلناها أثناء شرح الدرس. تمام. وفي سؤال مهم جدا، أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ لما اجي أقول لك تكفيه طول الظهر شر الحاجة أو تكفيه شر الحاجة، طبعا احنا قلنا قبل كده ان البيت او الشطر اللي هو كاتبه في النص هو اجمل الابيات. تمام. طيب يبقى طبعا تكفيه طول الظهر شر الحاجه. طب ايه الدليل؟ طبعا طول الظهر احنا لسه قايلينها في المعاني، يعني طول الزمن، الظهر يعني الزمن الطويل، فده معناه ان هنا في دوام واستمرار، ان هي دايما طول ما هو عايش هي بخليها ومخليها مستغني عن الاحتياج لاي حد اخر. تمام. فبالتالي هنا اجمل لانه بيدل على الايه؟ الاستمرار والدوام. ان فيها كنزا ولا ان كنزا فيها؟ ان فيها كنزا، وهنا عشان قدم الجار والمجرور، وطبعا ده يفيد الاهتمام والتوكيد. ونخلي بالنا كويس قوي في النص ده يا اولاد بيلعب على الاعراب وترتيب الجمل. تمام. زي مثلا في كل يوم مر تعطيه العجب، طبعا ما فيش جمله بتبدا بجار ومجرور زي في كل يوم مر، ولكن هنا قدم الجار والمجرور على الايه؟ على الجمله الفعليه. المفروض تعطيه العجب في كل يوم مر، هنا قدم الجار والمجرور عشان ايه؟ الاهتمام والتوكيد. نفس الكلام قبض الدجاجه المسكين،
الفعل هنا ايه؟ قبض. مين اللي قبض؟ المسكين مش الدجاجة. يبقى هنا ايه؟ المسكين دي الفاعل، ومين المفعول به؟ الدجاجة. فهنا قدم برضو المفعول به على الفاعل. طيب ايه كمان؟ كان في يمينه سكين. نركز كويس، كان ده الفعل الماضي الناقص الناسخ، تمام؟ كان دي هو فين اسمها؟ هو ايه اللي كان؟ السكين. يبقى ده اسم كان. طيب خبرها ايه؟ كانت السكين مال، كان السكين ماله؟ في يمينه. ده خبر شبه جمله جار ومجرور. يبقى هنا في لعب كتير في الاعراب، تمام، وفي تقديم وتاخير علشان يفيد الاهتمام والتوكيد. ولو في اي سؤال تحت امر حضراتكم، ودمتم سالمين.